دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم. مرحبا، صبحية الأخبار السعيدة، إن شاء الله الحظ الكبير لكل الأبراج الفلكية، استفيلوا خير، ضحكة من القلب أبراج، والأكيد تلقاوا الخير. هي أول أخبارنا، نبدأوها مع الحمل وأخيرا نتسيطر على بعض العراقيل. هوني نحكيه مهنيا الثور، فما راحة استقرار، راهي نهاية الأسبوع هذا وعدة بالأحداث السعيدة. إلي جاوزين هاير ممتاز، مناسب للاجتماعات اللقاءات والاتصالات الزينة، والسرطان راهي تتحسن أمورك المهنية وتستقر الأوضاع. الأسد عاطفيا لازمك تسيس وقاية تعالج مشاكلك الشخصية، وكان على العذراء انطلاقة جديدة، أيامات أكثر من ممتازة. هوني نحكيه مهنيا، راهو عندك جديد والحمد لله، فما أحداث سعيدة. الميزان وأخيرا ترتاح ماك المعادلات الفلكية مع اكتمال القمر في الجدي الترابي غدوة، راهي تتحسن الظروف المهنية. والعقرب وقاية تصحح أخطائك، تنسى الماضي وتخمم في المستقبل، ماكش وحدك حتى القوس، وقاية صحح بعض المواقف ما فيها بيز، كان تصلح من روحك وتستعرف بأغلاطك. اللي جدي راهو الحظ معاك، أيامات الجاية تعدك بالجديد. هوني نحكيو على الصعيد العاطفي، ممكن نحكيو على علاقة جديدة تنور حياتكم، والدلو من الأيامات الأكثر حظ، تأثيرات حلوة من أهم الأيامات، راهي أجواء وعدة بالحظ الجيد. ونختموا مع الحوت، خطوات المتسرعة ممنوعة، نحب التركيز قبل أي خطوة مستقبلية.